ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وراه الله كاين، وانتوما بغيتو تظلموني وربي راه كاين. ودابا أنا راني جيت لدار الوالدين ديالي وكنتسنى إن شاء الله القضاء يسفني، وكنتمنى من خوتي المغاربة كاملين توقفوا معايا وقفة، راني محتاجة بزاف أنا وداك الوليد. كنحتاج الله سبحانه وتعالى والله ياخذ فيهم الحق، كيف ظلموني وظلموا ولدي ما بغيتش نتيحش دمعه، لانهم ما يستاهلوش. كنحتاج الله سبحانه وتعالى، ظلموني. ومن هذا المنبر ديال شوف تي في كنقول لكم بان الفراش ديال داري راه تهز كله ودار الدار ديالهم، بحال دابا توصلت راه دخل الدار ديالهم. كنتمنى من الناس والجيران كاملين اللي شافوا داك الفراش راه دخل فراشي لدارهم، وكنحتاج الله. ظلم وجد فحاتي الرجل اللي دار فيه الخير وصدته وبنيت معاه احلام، خرجني الله الله، خرجني من داري اللي داروها المحسنين، ما دارهاش هو، خرجني منها. هاني غادا دارنا، ها ولدي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا سيدي ربي، يا سيدي ربي، تاخذ لي فيه الحق في الدنيا قبل من الاخره. ما عمرني راني نسمح له، ولا والله كيسامح انا ما جيت نسمح لهذا السيد. كرفسني وتعدى عليا، كرفسني وتعدى عليا وتعدى على هذا الوليد، وتخلى على هذا الوليد هذا، لي هذا الوليد هذا ولا شاف مع الرزق وشاف مع التيسير وشاف مع كل شيء، كيتخلى على ولده كيقول لي خلي لي الفراش. انا خليت له كل شيء وانا مشيت وخليته. حسبي الله ونعم.